مخلط اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم، سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني، وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده، هو بيتكلم عن سميره زميلتك في الكليه؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميره، دي زي اخته. اخته ايه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع؟ اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قول لي مين. طبعا هقولك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. ايوه، ما هو كده داخل على اول الطريق. شكري السيد وسميرة، انا لو اعرف ان الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول اخواته. يلا 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 بوز دماغ انكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا انكر نادر. طيب امشي، يلا امشي امشي، بلا لعب عيال. كلام فهدك، وخد ابوك في بطنك وتفضله اطلع بابا. امشي برا، امشي. ما تخافش من صوته، ما تخافش من صوته. يلا، مش انكر نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد، روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي، امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى، سلام عليكم. هلا، ايه العيله دي؟ الناس دي جسال. صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا، في حاجه سخنه؟ في مانجا سخنه. لا، ده في قله ادب وسفاله. يا نادر، واضح ان في نداله وقله اصل. ليه يا نادر دلوقتي؟ ليه كده؟ ليه كده حضرتك؟ انا ايوه حبيبتي، في ايه اللي انت جاي وشغاله عندك ده؟ انت تاني عمل ايه؟ بيعكسني انا وهبه، والمصحف معكس هبه. بتعكس غدا هانم يا بقى. وغدا هانم يا بقى، فدي تطلع مين؟ دي تطلع مراتي يا حيوان. يا نهار اسود ونايل. طب بالنسبه لهبه ظروفها ايه؟ اطلع بره. ماشي 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 بره. الله الله، شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الان الان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول مفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا، طب وانت عاوز دول ليه يا خير البيه؟ تناوي تدخل الحرب؟ ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش في خلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني، اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صح صح لي كده. ها، تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ اما حد تعرض لك؟ لا، حد مد ايده عليك؟ ما لا، مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره. يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد؟ انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت، اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا. شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة.
أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب ألحق أجهز نفسي. خبيك فين؟ هي يا عم خبيني في أي حتة، ده أنت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف أبوك. ده أنت بعت أسود مش بني آدمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميلة يا فندم. فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية، فنون متوحشة جميلة. وساعتك كلية الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تأتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي، اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. تفضل تفضل. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض في ايه؟ انا براغي معاك يعني عادي، بس انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض، تاني ده اسمه داغر، تالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده؟ اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها؟ خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه ايه الدوله؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف ايه. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، بس ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. اه متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. اهو جاي. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لمؤاخذه لمؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي إيه انت؟ يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعالى تعالى معايا. هو قاعد يتحرك من هنا. خرب بيه، انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازن. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل ادب وابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا.
مش طريقة دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكرة. وبعدين أنا عايز أقول لسيادتك إن أنا كنت الحارس الخاص لأمين جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقة أنا قلت أجي هنا أقرب. ما تقعد يا أخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ أنت اللي تقوم تقف وأنت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجة، أنا مجهز لحضرتك كل الأوراق الخاصة تقدر تطلع عليها بنفسك. إيه الصور دي كلها؟ أول صورة دي وأنا ببدلة الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام إيه؟ لا أنا معايا حمالات. إيه؟ معايا حزام أسود غامق، أصل أنا بحب الغوامق قوي. وزي ما أنت شايف هنا سيادتك، أيوه لا دي الصورة في هنا عليك، دي الصورة لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الأخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصورة دي لما كان معانا الكاسة أو الكاسة. مين ده؟ أنا. أنت؟ في الأوضة عندي، في الأولمبيات، في كل ده في الأولمبيات. وإيه الصورة دي؟ وإيه كفاية؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا، بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لازم ايه؟ لازم اسمه ثلاثي، اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا. شكرا خرب بيه، شكرا. سلام يا سالم، اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود امي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش حي تاني. يا نهار اسود انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايلك فيا بس يا عصبي يا الله ده شويه مش عارف عصبي ده شويه يا تعبتني تعبتني بس ارحمني ارحمني انت بودي جارد ايوه بعمرت ايه يا هان ده جسمك ملوش وش من قفا وقال ايه قال ايه قلبك ميت انت قلبك ميت ايوه قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي بأمرت ايه يا اخويا بأمرت العرق اللي بتاكلها كل ليله يا ياض اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه انت بتعايرني دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص انا دلوقتي بكافح يا بابا بالنصب يا ابني الكلب يا ابني يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل انا ايه ده يعني مش هسيبك يعني مش هسيبك ايه يا زكي تعال هنا ايه يا زكي انت عايز تجنننا ابونا ولا ايه يا زكي مالك حلو يا اخي اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك ركز زكي وراك انا ابوك ايه يا زكي في ايه انت عاوز تجنننا ابوك ولا ايه ويترفض ويبقى صايع زيك انا مش صايع دلوقتي انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك يا ماما ده انا ما انت قعدت تقول لي اوعى ما تمشي يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصصني في لقمه عيش والله ما حد هيقطع عيش الا انت اطلع يالا اطلع مش طالع يا ربي بخلف فار اطلع يالا احسن لك مش هطلع خلاص خليك يا اخويا حتى بتاع السرير نام ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره وعايزك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير وابع الخرطوم ده عشان بينقط ميه مجنون الواد ده ولا ايه والله مجنون انا قررت بسبب مشغولياتي الكتيره اني اجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم ايه يا بابي انت هتتجوز ولا ايه حد جاب سيره الجواز انا بقول في امور كتيره لازم تتصلح وده بيتطلب ان يكون في حد معاكم جوه البيت بره البيت بره البيت اكتر من جوه البيت يعني في العربيه في النادي اظن الكلام بتاعي واضح يعني حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ أنا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ أفندم؟ سوري خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي إن شاء الله. بخصوص إيه؟ هو عارف. آه هو عارف.
مستر خيرت اتنات افالبل ناو يو كان كام اجين. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباع لا ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد وما افهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك زي كده. بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني ولا المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب من حيتها. سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك. استنى عندك انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك، انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. أساساً. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي معهم. طبعا اسمع. ها. شيرين شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة، أنت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك اتفضل. طيب. طبعا حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الواد. طبعا. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده. عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة ثانية واحدة. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. طب اركب ورا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تزوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تطفيش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي انت عملته؟ رد يا حيوان يا حيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انزل. زلي هنا زلي. ايه ايه انزل. ايه في ايه؟ في الرخص.
رخص؟ رخص ليه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين انا اول مره ركبت تكوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما هي اول مره تركب تكوسه ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع، ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا، سديت الطريق ووقفته. خلصنا اخيرا. مره ما راكب زباين بتعرف تسوق، ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا، اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم، النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد، معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبقت معانا النهارده، بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله، وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده، انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايتي الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني. تخيل حضنه واحضانه وبوسه وتبهدلني الواد الصغير. طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده يا زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. لا في دي عندك حق. لا طب شفت بص يا هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي يعني اطمن يا زكي.